بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في كايرو دار. لسه بنكمل مع بعض كتاب الايام لعميد العارف طه حسين، ووصلنا لحد الفصل السابع في الجزء الاول وعنوانه الاستعداد للازهر. انتهت احداث الفصل السادس وكان عنوانه سعاده لا تدوم. طه حسين كان عنده امل يذهب الى القاهره وتنقطع علاقته عن تلك البيئه اللي هو موجود فيها في القريه، ومش هيروح الكتاب تاني ولا هيشوف العريف ولا هيشوف سيدنا، وبدأ يطلق لسانه. ولكن اضطر طه حسين يقضي عام آخر في القرية. ولكن ايه اللي هيحصل فصل بقى لاستعداد الأزهر؟ كيف يستعد طه حسين على الذهاب الأزهر الشريف؟ لم تتم فرحة الصبي بالذهاب مع أخيه الأزهري إلى القاهرة، سيظل عاما آخر. طب ليه؟ بنفس اللفظ قال لأنه كان صغيرا في القصة وأخوه لا يحتمله، يعني أخوه ما يقدرش يتحمل مين؟ يعني يقدرش يتحمل طه حسين، ولا حتى يتحمل المعيشة في القاهرة. والحياة بقت تتغير مع طه حسين شوية بشوية. بدأ أخوه يكلفه بعدد من الأعمال يقوم بيها، فبدأ يقول له احفظ ألفية ابن مالك. وهي ألفية ابن مالك عبارة عن عدد يعني حوالي 1000 بيت أو أكثر من أبيات الشعر بتتكلم في قواعد النحو العربي. يعني مثلا بيقول، مثلا هقول لك مثال عشان تعرف يعني ايه الفت ابن مالك. بيقول مثلا كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. يعني بيقسم انواع الكلام، فبيبتدي كل بيت شعر بيعمل لي مين فيه ايه، بيقول لي فيه قواعد النحو. فدفع اخو طه حسين الى طه كتابين، منهم كتاب مين؟ ألفية ابن مالك، وقال له احفظ هذا الكتاب. وكتاب تاني اسمه مجموع المتون. مجموع المتون ده عبارة عن كتاب فيه مثلا متن الفقه، أصول الفقه، يعني بعض الأمور، علوم الشريعة اللي بدرسها الطلاب في مين؟ في الأزهر الشريف. واسمها مجموع مين؟ مجموع المتون. ويبقى إذن قال له بقى إيه، تصفح بعض هذه المتون، حاجة اسمها الرحابية والخليدة والجوهرة والسراجية وغيرها من هذه المتون. بيحفظ المتن، والمتون دي هي أصول مين؟ أصول العلم. متجمعة في مين؟ ممكن يكون في متن للنحو، يكون في متن للفقه، متن لأصول الفقه، متن للحديث، وهكذا. يبقى إذن هذه المتون يتصفحها طه حسين. يبقى إذن أخو طه حسين دفع إليه بكتابين، قال له يحفظ كتاب ألفية ابن مالك، وبتدي إن هو يقرأ مين، يتصفح كتاب مين، مجموع المتون وغيرها من الكتب، عشان يستعد لمين، يدخل الأزهر الشريف. كان طه حسين لما سمع هذه الأسماء، الجوهرة، الخريدة، السراجية، الرجبية، لامية الأفعال، أسماء غريبة على سمع طه حسين، حس إن الأسماء دي هي العلم، وكان بيفتخر بهذه الكتب. وبدأ يقول إيه، الكتب دي لما أقرأها أبقى عالم زي أخويا تماما، وأحظى بتلك المكانة المرموقة مثل أخي الشيخ الأزهري. كان اسمه الشيخ أحمد. كان القرية تنتظر قدوم الشيخ أحمد قبلها تقريبا بشهر، وخاصة هذا الاحتفال اللي بيعملوه له في مولد مين؟ في مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ويتم اختياره خليفة جميل يخرج على الناس وهم بيحيطوا بيه، ويعملوا مثلا نوع من أنواع الموكب والفرحة، ويلفوا القرية وهم بيغنوا أناشيد مين؟ أناشيد نبوية في مهرجان رائع جدا. طه حسين سأل نفسه هذه المكانة اللي بيحظاها أخي الشيخ لماذا؟ لأنه تعلم في الأزهر وحافظ مين؟ وحافظ هذه الكتب. يبقى احنا قلنا هنا ايه؟ في الجزء اللي احنا شرحناه دلوقتي في الفصل السابع والاستعداد للأزهر الشريف، فرحة طه حسين ما كملتش. اشمعنى؟ أصله ما ذهبش إلى القاهرة، سيبقى عاما آخر فين؟ في القرية، يعود إلى الكتاب مرة أخرى. بس في جديد في حياته، أخوه إيه قال، هو طبعا هو ما قدرش يتحمل العيشة في القاهرة دلوقتي. أخاه كان لو يحب أن إيه؟ أن يحتمله في تلك الفترة. طيب جميل، تتغير حياة طه حسين. أخوه يديله كتابين، ألفية ابن مالك عشان يحفظها، ومجموع مين؟ ومجموع المتون. هذه الأسماء لقت موقع عند طه حسين، حس إن هي العلم، وحس كمان حاجة تانية إن هي تأهله يكون عالم من العلماء، ويكون ليه مكانة عظيمة في مين؟ في المجتمع في القرية، زي مكانة الشيخ أحمد لما بيرجع من الأزهر الشريف وينتظره قبلها بمين؟ قبلها يعني بحوالي كام شهر ولا حاجة. الشيخ احمد يقعد يكلمه متى سوف يعود اخو طه حسين من الازهر الشريف، ويبتدي بقى يحضروا له امين، يعني عمه وجبه وقفطان ومركوب جديد وشال وكلام، كل هذه الامور علشان هو ليه مكانه، انه عارف العلم اللي سمعه طه حسين ده. وكان بيظهر هذا الاهتمام اكتر فين؟ في احتفالاتهم بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما يختاروا هذا الولد خليفه، و
ويخرج مع الناس في موكب واحتفال ضخم، يركب هذا الفرس وابتدي يسير في مين؟ في القرية. كل ده ليه؟ عشان هو أزهري. ده اللي قاله مين؟ ده اللي قاله طه حسين في هذا الجزء. واحنا كده قلنا ملخص احداث الفصل الكام؟ الفصل السابع. والسؤال بيقول لي هنا ايه؟ هل تحقق حلم الصبي في ان يذهب مع اخيه للقاهره ولماذا؟ طبعا لما نيجي نتكلم ونقول لا لم يتحقق هذا الحلم. ليه؟ قال لك لانه كان صغيرا ولم يكن من اليسير او السهل ارساله الى القاهره، ولم يكن اخوه يحب ان ايه؟ يحب ان يتحمله او ان يحتمله. جميل. طب بما اشار الاخ الازهري عليه يعملوا في هذا العام قبل ان ينزل القاهره، يعني هو السفر اجل سنه. قال له خلاص تبقى سنه يا طه في القريه وتبتدي تستعد لمين؟ تستعد لذهابك الى الازهر الشريف. ودفع اليه بكتابين، يعني دفع بمعنى اعطى، يحفظ احدهما عن ظهر قلب هو الفيت بن مالك، ويتصفح كتاب مجموع مين؟ مجموع المتون. وانا قلت لك ان هو هيحفظ الفيت بن مالك وهي عباره عن قواعد النحو، ولكن في ابيات مين؟ في ابيات من الشعر. ويحفظ ويتصفح كتاب مجموع المتون. طيب طه حسين بيقول لي هنا ايه بقى؟ السؤال التالي عفوا. بيقول لي طلب الاخ الازهري من الصبي حفظ الالفيه وحفظ بعض الفصول من كتاب مجموع المتون، فما هذه الفصول؟ قال له اللي هي بقى الجوهره والخريده والرجبيه والرحبيه ولاميه مين؟ ولاميه الافعال وغير هذه المسميات اللي موجود داخل مين؟ داخل كتاب مجموع المتون. طب انا سمعت اسماء غريبه لابد ان تحدث داخلي نوع من انواع التاثير. الاسماء الغريبه دي لما سمعها طه حسين اثرت فيه، فقال لك السؤال التالي، قال لك ما صدى مسميات هذه الفصول عن نفس الصبي. طبعا طه حسين وقعت في نفسه موقع غريب وموقع كمان في زهو واعجاب. طب ليه طه حسين قال كده؟ قال انه كان يقر انها تدل على العلم، ويعلم ان اخاه قد حفظها وفهمها فاصبح عالما. يبقى يا طه لما تحفظها وتعرفها وتفهمها هتبقى عالم زي مين؟ عالم زي اخوك تماما. جميل. وهذه المكانة السامية اللي بيحظى بيها الاخ الازهري دون في القرية، لانه هو مين؟ تعلم في الازهر الشريف واهل القرية كلهم بيقدروه. يبقى انا كطه حسين لو انا حفظت هذه الاشياء هبقى عالم زي مين؟ هبقى عالم زي الشيخ احمد تماما. طب السؤال اللي بيقول هنا ايه؟ ايه مظاهر فرحة اهل القرية بعودة الأخ الأزهري إليهم؟ طبعا كانوا يتحدثون عن قدومه اللي قبلها بشهر، حتى إذا جاءوا أقبلوا إليه فرحين مبتهجين وتوسلوا إليه، يا ريت تقرأ لنا يا شيخ أحمد درس في التوحيد، درس في الفقه. جميل. وإيه؟ ويطلب منه بإلحاح. جميل. وفي نفس الوقت كمان إيه؟ اشتروا له جبة، يعني يتم شراء له جبة جديدة وقفطان وطربوش ومركوب، ويبتدوا يلفوا بيه القرية كلها في موكب عظيم لتقدير ونظرة أهل القرية لمين؟ لهذا الفتى الأزهري، أخو مين؟ أخو طه حسين. طب إيه مظاهر تعظيم بقى الأب لابنه الأزهري؟ خلي بالك الأب كان يتوسل إلى ابنه ويقول له يعني يا ريت، ويستعطفه في استعطاف عشان يلقي مين؟ يلقي خطبة الجمعة على الناس، ويبذل ما يستطيع، وما لو يستطيع منين؟ من الأماني. يبقى الأب كان بيعظم ابنه جدا، وكان بيقدره تقدير قوي قوي قوي، وكان بيتوسل إليه في إلحاح واستعطاف إنه يلقي خطبة الجمعة على الناس. جميل. وطبعا الشيخ أحمد بيشعر بهذه المكانة عند أهل مين؟ عند أهل قريته. طيب السؤال التالي، لما كان الأزهري اللي يلقى كل هذا الإجلال ويلقى كل تلك الحفاوة والتقدير من أسرته ومن أهل القرية جميعا، انتبه ليه المكانة دي كلها في الأسرة وعند القرية كمان؟ أصله أزهري وقرأ العلم وحفظ الألفية، وكمان حافظ كمان مين؟ حافظ كمان كتاب مجموع مين؟ مجموع المتون. بكده يبقى احنا خلصنا مين؟ خلصنا مع بعض هذا الجزء، ونكمل بقيه اجزاء القصه في الجزء الاول في مره تانيه. في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.